حابب تروض الحصان العربي الأبيض بلعبة Red Dead Redemption. بعد ما تحدد هذا المكان على الخريطة لازم تتأكد أنك تلبس الملابس الشتوية، وبس تقرب توصل على المكان لازم تنزل من حصانك لحتى ما يخاف الحصان العربي الأبيض ويهرب، وبعدها رح تبلش تقرب عليه شوي شوي وتحاول تخليه هادي. وطبعا بحال صار فيك مثلي وقت سجلت هذا المقطع والحصان رفسك، فوقتها لازم تكون سريع وتستخدم الحبل وتربطه. وبس تصير قريب عليه بتركب وتبلش ترويض بشوية محاولات والحصان رح يتروض بكل سهولة. إذا عجبك المقطع لا تنسى تدعمنا باشتراك للقناة وتكتب لنا أي سؤال بتحب نجاوبك عليه بالتعليقات.